secret. مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. تكملة للحلقة السابقة، طبعا الأمريكان قرروا إخراجي من العراق مثل ما اتفقوا، وقالوا بأنه طائرة هليكوبتر راح تجي من قاعدة أنجلك تحملني أنا ومعمر إلى تركيا. خلال يوم أو يومين على الأكثر 3 أيام بقينا في موقع الأمريكان ليلة واحدة. ثاني يوم حوالي الساعة 8 الصبح اجى النقيب دان اللي كان مشرف على حمايتنا، طرق الباب علينا وكنا نايمين. قعدت قلت له نعم شنو اللي صار؟ قال أرجو تغيرون ملابسكم، عندنا وفد راح يوصل الى هذا المكان وراح ننقلكم الى مكان امن. واتصلنا بجلال طلباني اللي مقر عنده في دهوك قريب على قاعدتنا، وراح يطلعون بعض الحراس الامريكان حتى يحرسوك لمدة يوم او يومين اقصى حد، لأن احنا محتاجين هذا المكان، لأن الوفد اللي راح يوصلنا من تركيا يريد هذا المكان لاجتماعات خاصة بينا. غيرنا ملابسنا وعلى السريع. طبعا كانوا متصلين بجلال طلباني وقايلي له بأنه عندنا فلان يمنا، وأنا بالنسبة إلي كان عندي علاقة في جلال طلباني، أنا من أوصلته لما إجا إلى بغداد عام 1990 للتفاوض مع الرئيس صدام حسين حول وضع كردستان. أنا اللي وديته إلى دار الضيافة في منطقة الأعظمية اللي تابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية. المهم جلال طلباني كان أرسل إلى مقر القوات الأمريكية هذه سيارة مرسيدس بيضاء، أتصور كانت تابعة إلى إحدى الأجهزة الأمنية قبل ما يسيطرون الأمريكان أو كذا على المنطقة الشمالية. نقلتنا هذه السيارة المرسيدس، كان سايق بيشمرقة بيها، وسيارة همر أمريكية كانت تتبعنا يعني مو أكثر من 3 أو 4 دقائق من مقر الأمريكان. دخلنا إلى بيت كبير كلهم بيشمرقة، دخلونا إلى غرفة قالونا هذه الغرفة اللي هي راح نستضيفكم بيها، وكانوا بأخلاق عالية يتكلمون معانا بكل احترام. كان الأكل والشرب وأي شيء كنا نحتاجه كانوا يجيبوننا يا، بس ممنوع الخروج من هذا البيت. وكانت بعض الأمريكان يحرسون خارج البيت حتى لا يتكرر مسلسل الخطف أو كذا مثل ما صار قبلها. بقينا بالتحديد يومين. بعد هذه اليومين دخلوا القوات الأمريكية وقالوا لي تفضل نرجع إلى المقر.
رحنا إلى المقر وكان الكولونيل جون ناب جالس على المكتب ده يتصل بالأجهزة اللي كانت موجودة في المكتب. من انتهى قام صافحني أهلا وسهلا كذا، حصلت الموافقة يوم غد راح توصل هليكوبتر وتحملك إلى تركيا، ولهنا عملنا في العراق ينتهي معاك وراح يستلموك مجموعة ثانية في تركيا. فبقينا الليل كله نحكي ونتكلم، وكان المترجم دان اللي هو مثل ما قلت لكم أصوله فلسطينية، كان إنسان محترم جدا وكان إنسان متعاطف وحاول بشتى الطرق مساعدتنا. ساعة 9 الصبح ثاني يوم سمعنا هليكوبترات 2 نزلن في المطار اللي خلف هذه البيتين التابعة للقوات الأمريكية. طبعا طائرة هليكوبتر اللي هذه البيبان مالتها مفتوحة وبيها رشاشات داخلة منها ومنها. فأجى الكولونيل جون ناب قال الطائرات وصلت، حضر اللي عندك وراح توصلون إلى قاعدة أنجرليك. وكان بيده ظرف، قال لي هذا الظرف إلك، شيء بسيط تحاول تمشي أمورك لحد ما توصل. فقلت له شنو هذا؟ قال بعدين أنت افتحه واعرف. المهم اقتادونا مشي تقريبا 6 أو 7 مسلحين معانا. هذه أول مرة أشوف هذه الطائرة الأمريكية أو الهليكوبتر. فتحوا ايش سلايد باب، قعدت أنا وقعدتهم عمر، قاموا دول المشرفين على الطائرة يشدون الأحزمة مالتنا، وحوالي 10 دقائق احنا جالسين اجى واحد من دول اللي بالهليكوبتر قال راح نطير خلال هالدقيقتين او 3، فحاولوا تقعدون جالسين او كذا. بدت المروحيات تتحرك، اول ما اقلعت هيك كأنه روحي نزلت بالقاع. قلت انا هذا البلد ما اتصور في يوم من الايام راح اشوفه مرة ثانية. بدأت تصعد الطائرة وإحنا ننظر تحت جبال أو كذا. بالمناسبة في هذا الوقت كانت أكثر من 200,000 عائلة كردية مشتتة على الجبال للخروج من العراق على حدود تركيا، وما حد ساعدهم. حتى نجي نقول لهذول الناس اللي كانوا يحاولون تزييف الحقائق واللعب على الناس. المهم طارت الطائرة دا نشوف جبال هالشغلات لحد ما بدت تنزل الطائرة في قاعدة أمريكية، قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا. نزلنا من الطائرة وكانت سيارة لاند كروز مكتوب عليها UN تابعة إلى الأمم المتحدة تنتظرنا، وكان شخص داخل السيارة وسائق وسيارة ثانية بعيدة شوية عن هم تابعة للأمم المتحدة بعيدة عن السيارة الأولى. فمن هبطت الهليكوبتر توقفت المراوح مالتها، نزلونا مشينا شوية، نزل الشخص من هذه السيارة اللاند كروز، قدم نفسه قال أنا من تابع للأمم المتحدة قسم شؤون اللاجئين في تركيا واسمي براين. صعدنا بالسيارة اللاند كروز وودانا إلى مقر تابع للأمم المتحدة في أنقرة، لا ديار بكر عفوا، في ديار بكر. في ديار بكر طبعا الأمم المتحدة
كانوا ناس معانا اتصور من المخابرات الامريكيه، هم امريكان بس لابسين مدني، دائما سيارتين كانت تمشي هنا وتمشي هنا لحد ما وصلنا الى مقر الامم المتحده. اخذوا الديتيلز يعني الاسم والعنوان، اخذوا لنا صور، اخذوا لنا مثل بصمه او كذا، فاعطانا هويه بيها صورنا واسامينا، ورقه بالتركي ما اعرف ايش مكتوب بيها بس ترجم لنا اياها، قال بانه انتم تحت الرعايه الامم المتحده وكذا حتى ما حد يتكلم معاكم. قلت له يعني شلون احنا راح نبقى هنا، انا ايش راح يصير؟ قال التعليمات راح تجينا خلال يوم او يومين. بعد هذا المكان قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمريكان أخذونا إلى فندق قريب، ما نقول خمس نجوم أو كذا بس فندق معقول، كانت غرفة محجوزة لنا بس بحراسة أمريكية مشددة. في هذا الوقت ثاني يوم ما أعرف شلون ماخذين صورة أو كذا من طائرة نزلت وصورتي مأخوذة، أكو صحيفة اسمها حياة تركية وفي الصفحة الأولى كاتبين ابن الرئيس صدام حسين عدي صدام حسين يهرب من العراق بالتعاون مع القوات الأمريكية، فاللي يريد يقدر يحاول يشوف الأرشيف هذه الصحيفة ويقدر يشوفه، كان عندي بس ما أعرف وين صار، خلي أكون صريح معاكم. بقينا في هذا الفندق قرابة اليومين. بعد اليومين أخذونا الأمريكان والأمم المتحدة من ديار بكر إلى أنقرة إلى فندق ثاني، وكان فندق أتصور خمس نجوم لأن كان كلش راقي. بعد يوم جو علينا الأمم المتحدة عاملتنا جوازات لسفرة واحدة تابعة للأمم المتحدة، لسفرة واحدة قال تجون معانا هسه إلى السفارة النمساوية حتى يكملون أوراقكم. فكانت الأمم المتحدة معانا براين هذا الشخص واثنين مدنيين أتصورهم كانوا من المخابرات الأمريكية، ما كنت أتكلم معاهم ولا يتكلمون معايا بس مثل المرافقين إن في أي مكان نروح به. دخلنا السفارة النمساوية بكل احترام، حطونا بمكان، أخذوا هذه الجوازات التابعة للأمم المتحدة ودخلوها ما أعرف في مكان، بعدين اجوا علينا اسمك حتى يتأكدون تأكدوا من الصورة أو كذا، ختموا فيزا للدخول إلى النمسا على الوثيقة التابعة للأمم المتحدة. بعدها قالوا احنا راح نتكفل من هنا بتسفيركم الى النمسا. طبعا بين الفرح بين الحزن بانه يعني صارت الشغلة قريبة وخلص الوطن راح، احنا في مكان راح نوصل لا نعرف احد به، اللغة ما نعرفها شنو، شنو حياتنا راح تكون، يعني مليون فكرة جت في بالي وبالي عمر بوقتها. بس بقينا أنا أحمد الله بأنه أكو غاية معينة الله سبحانه وتعالى يريد يسويها أو يطلعني من هذا البلد لغرض معين. رحنا رجعنا للفندق بقينا تقريبا يومين. طبعا بالمناسبة من فتحت الظرف اللي أعطاني إياه الكولونيل جون ناب كان أتصور بيه $500، هذا $500 واحنا بالفندق اتصلت بال يعني بالاشخاص اللي كانوا مرافقين او يحرسونا، في قلت لهم اريد اشتري بعض الملابس اذا امكن، فقالوا احنا ما نقدر هسه بس لحظة اتصلوا باجهزتهم وكذا، قالوا اوكي راح نوديك احنا الى محل، شنو تريد مثلا؟ قلت لهم اريد البدلة كذا.
رحنا اشتريت لي بدلة، أم عمر اشتريت لها شغلة وكذا، ودرنا وجهنا رجعنا للفندق. في هذا الحال كانوا أنا ما كنت أعرف بمن متصلين في النمسا. طبعا بعد يومين ودونا إلى أنقرة إلى المطار. في المطار كانت طائرة تركية طالعة إلى العاصمة النمساوية فيينا، كان محجوز لنا مقعدين. صعدنا بالطائرة وبدت الطائرة تقلع، وأنا بيني وبين نفسي بين الفرحان بين الدمعة نزلت من الحزن على ترك العراق. طرنا وصلنا إلى فيينا. قبل ما نوصل من ودعونا الأمم المتحدة، وهذول الأشخاص اللي كانوا مدنيين صافحونا وقالوا لي good luck with your new life، يعني حظ سعيد مع حياتك الجديدة. كانوا أمريكان يعني من اللهجة مالتهم. وصلنا إلى فيينا. قبل ما نوصل إلى فيينا ذول التابعين للأمم المتحدة قالوا شخص راح ينتظرك في المطار في النمسا، وهو راح يقوم بإيصالك يعني الأوراق والشغلات الرسمية اللي راح تقودك إلى الحياة الجديدة في النمسا. وصلنا إلى النمسا وإحنا بالخروج كانت معانا حقيبة واحدة، فشخص قدامي واقف كان يصيح لطيف ابن خالي، فباوعت هذا ابن عمتي اللي آخر مرة شفته كان عام 1973، لأن هو وعائلته وكلهم طلعوا من العراق عام 73 وهاجروا إلى أمريكا، وهو الوحيد اللي بقى في النمسا، درس في كلية الطب وأصبح طبيب معروف في النمسا ومتزوج نمساوية وحياته كلها نمساوية. فرحب بي ورحب أم عمر بوقتها. طلعنا أخذنا إلى سيارته، عنده كان سيارة BMW تقريبا هذا الخضار الفاتح، فقال لي تعرف ابن خالي هذا BMW مال من؟ قلت له مال من؟ قال خالي أبوك لما أجل النمسا اشترى لياها، ومن ذاك الوقت لليوم أنا محتفظ بيها. فأخذنا طريق كل شونك أخبارك كذا، أنت كنت يعني صغير إحنا من طلعنا أو كذا، هذا الحكي كل اعتقادي باعتبار إحنا عراقيين ومن الشرق الأوسط بأنه من يجيك قرايب وضيف وكذا أول شغلة تسويها تودي لبيتك وترحب بي. فالمهم وصلنا إلى منطقة قرية صغيرة في اسمها بالتحديد ترايسكيرخن، اللي عايش بالنمسا يعرف شنو ترايسكيرخن. ولقينا مجمع كل كبير انا اشبهه بسجن ابو غريب. وقفنا بالباب، كان هو مستلم من الحكومة النمساوية اوراق وشغلات، فحكى مع البوابة اللي كانوا حراسة اعطاهم الاوراق، ظلوا يباعون علي وعلى ام عمر. فوتونا، اجا واحد ثاني استلمنا وقال تعالوا معايا، ودانا في مخزن. شايفون السجن من واحد يدخل سجن بالافلام المصرية شلون يشمرون على البطانية ويشمرون على المخدة، بالضبط هذا الشي صار معانا. يعني شال مخدة، شمرها، بطانية اخذ، طاسات، فافون، خاشوقة، ما أعرف شنو، يعني كأنه داخل سجن وتفرج على فيلم مصري. هنا أنا دق عندي الجرس وفعلا عيوني طفرت لي فوق، كلش ضجت. فابن عمتي الدكتور قام يهدي، قال احنا كنا هيك وضعنا ومن جينا لازم تدخل هذا معسكر أو كامب مال لاجئين، هنا أنا راح ياخذون معلوماتك وبعدين يوزعوك على مناطق تاخذ حريتك بيها. قلت له اوكي ماكو مشكله.
فهذا الشخص اللي أعطانا بطانيات احنا شايليها تقول مساجين ودي يمشون وراء السجان مالتهم بشارع طويل ممر طويل شوارع هي وغرف وقاعات وحدائق تباوع على الناس ما تعرفهم من عراقيين على إيرانيين على أفغان على سود على ما تعرفهم من يا دولة كامب مال لاجئين وجامع كل هذولا. وصلنا إلى بناية وصعدنا ثاني طابق هم ممر طويل غرف قاعات منه ومنه فتح القاعة لقينا 5 أو 6 سراير يعني الدبل اللي هي أم النفرين بس دبل فوقها هم أم النفرين يعني سريرين جوا وسريرين فوق. فواحد من عندهم فارق اللي كان تحت قال لي هذا مكانكم راح يصير. طبعا ردت أنفجر رحت لأن دا أشوف عوائل وأطفال زين أنت راح تجي تعيش. وطبعا الناس اللي كانوا في الغرفة من شافوني رادوا ينجلطون أحكيكم بكل صراحة طلعوا عراقيين من أهلنا وإخواننا المسيحيين. حطينا الأغراض مالتنا قعدت أني ابن عمتي قال أنتوا راح تبقون هنا لحد ما يحققون معاكم وأنا بين فترة وفترة أجيكم أزوركم. فاندار هيجي وطلع محفظته ما أدري شنو وقعد هيجي شوية يحسب شال فلوس طانية قلت له أنا ما أريد فلوس. فشال الطاهل أم عمر قال لها صرفوا أكلوا شربوا ما أدري شنو أنا شو معرفني. الطاهل 300 شيلينج بالعملة النمساوية القديمة يعني 30 دولار تقريبا. فالمهم سلم علينا وراح. احنا قعدنا على الشرباية انباوع بالوجوه الاصفر اللي عاف القاعة وطلع اللي صافن علينا انا صافن على ام عمر هي صافنا عليه تقول لي شنو اللي راح يصير. قلت له الله العالم انا قاعد هنا وما دا اعرف شنو الفيلم اللي دا يصير بس شنو دا كنت دا افور زين شلون راح تنام الناس كلها تتفرج عليك. فاجا واحد عراقي قال لي انا شايفك وشايف شكلك مو غريب عليك. قلت له اخي العزيز يرحم اهلك عوفني بحالي بس الي سؤال انتو شلون تنامون هنا. قال يعني نسوي تشرشف نحط داير مدار الشرباية وكل واحد حتى يصير عنده البرايفيس يعني الخصوصية مالته. فطلعنا تشرشف حطيناها اللي طونا اياها داير مدار سوينا قعدت انا تعبان روحي طاقة ما نعرف شو نسوي. فردت اروح تكرمون للحمام فسألت هذا العراقي قلت له اخوي وينك وحمام هنا. قال لي هنا بس تطلع على ايدك اليمنى قدامك يصير. قسما بالله حتى بالسجون العراقية ما تشتم هذه الريحة ما تلخيصة ما حشاكم وما لعبان النفس معتقل ونفس الريحة مات السجون والقدارة والكذا. هذا دا أتكلم لكم بالتحديد احنا وصلنا الى النمسا يوم 9/3/1992. فقلت هذه كارثة زين. بعدين اكو شغلة ثانية الاكل والشرب وهذه الى مواعيد. هذه الطاسات والمواعين اللي طونا اياها من يصل مثلا ساعة 9 الصبح او 8 الصبح تنزل للريوق عندهم مثل العود مطعم تلزم سرة كأنه انت بحصار اقتصادي ومدى تعرف وين عايش. ومن توصل المعاملة مال الدولة اللي قدموا لك اكل تقول دي يطوك من بيت ابوهم وبكل قرف من يشمر لك الأكل هيك يعني بزعانين من شيء اسمه أجنبي ويكرهون الأجانب. النمساويين معروفين يعني أنا عشت فترة يعني مو قصيرة 3 سنوات ونص هناك عرفتهم شلون مجتمع قذر. المهم طبعا الأكل اللي يعطونا ما أقدر أكله يعني من ريحته أموت. ما إحنا متعلمين على شغلات ثانية وأنت ما تتعرف شنو هذا اللي دي يعطوك إياه ما تعرف شيء أبيض ملعوص ما تعرف شنو.
فلا أنا ولا أم عمر تقريبا يومين أو ثلاثة ما ماكلين، لا ننزل المطعم يعني بالعشاء تروح مثل السوق ما تعرف بيه شنو، احنا مو أكلنا هذا وما متعلمين عليه، تقريبا يومين أو ثلاثة ما أكلنا كل شيء. فطلع قمنا نطلع نتمشى بالكامب نريد نشوف شكو ماكو، فشفنا تعرفون أجانب ما ينقدر لهم، فمسوين طبعا أنت ممنوع تطلع من هذا الكامب نهائيا، يعني سجن سجن بس لك حق داخل كبير يعني معتقل كبير. اللاجئين طبعا ما يقعدوا راحة، كلها سيامة وما أدري شنو، فبالخلف قاطعين هيك دويرة بالسيم يطلعون اللاجئين منها شو شي يسوون يعني بالقرية ويرجعون، اللي يروح يتسوق يروح ما أعرف شنو. فسألت واحد قلت له شنو هذا، قال يعني أكو مطعم هنا وأكو سوبر ماركت يعني هنا نشتري غراض ونجي. فقلت له أم عمر يلا امشي. فطلعنا نباوع قدام، احنا ميتين جوع ثلاثة أيام يومين ما ماكلين بس نشرب ماء وهذا هو كل شيء ماكو. لقينا شلون هذا الشاورما يسموها دونا كباب يعني مال تراك، فدخلنا اخذنا سندويشات وشيبس وما اعرف شنو وقعدنا ناكل مثل المهموشين اللي بحياتنا ما ماكلين. وانا ما اعرف بالفلوس النمساويه شنو شيلينج، فطلعت له هذه الفلوس اخذها قلت له اكو جقاير هنا يبيعون، قال شنو تريد، قلت له مال بوري اذا عندك اعطينا باكيتين. من كل هذا المبلغ انا عبالي فد مبلغ كبير، كله طلع ساندويتشين وشويه شيبس وجقاير وما ادري شنو مصفى 20 شيلينج من عندها. قلت ايه تمام خير وبركه ان شاء الله. فبقينا على هالحال تقريبا اكثر من 20 يوم. شويه صار علاقه بيننا وبين ذول الاهل الاخواننا المسيحيين بالغرفه، وهذا يشكي همه وشون طلعوا ليش طلعوا، وهم قاعدين وكل ساعة واحد انت مو مثلا كنت مقرب على كذا، قلت له اي بس خليها سكتة. قلت له شنو الوضع هنا شو راح يصير، قال شنو انت ما خسره على الانترفيو يعني المقابلة، قلت له شنو سر غير هم راح يدزون عليه، قال اخوي انت مخبل انت لا تبقى بعد 100 سنة هنا ما حد يدز عليك، قال لي قوم وياي. فنزلني وأنا وام عمر نزلنا مشينا فد مسافة، قال هذه القاعة مال التحقيقات هيك مثل بناية صغيرة قريبة على البوابة مالت الخروج، قال هاي تيجي هنا تاخذ سرة لحد ما تدخل انت وحظك. قلت له انت قاعد تحكي صدق، قال لا شنو هي هذه هنا هيك تمشي مو يصيحوا لك وتعالوا، ما قلت له غير هوسه هاي، قال هو هذا اللي ماشي هنا. قلت له حققوا معاه، قال ايه حققوا معانا ودنا ننتظر. اللي اساله انت صار لك ايش قاعد، هذا يقول لي 7 اشهر وهذا يقول لي 8 اشهر وهذا يقول لي سنه. قلت اويلي الله انا راح اقضيها هنا هيك ما اقدر مستحيل. فالمهم ثاني يوم قعدنا مترهي يعني رحت دا اخذ سرة، اش الصرفة يعني ماكو يعني من انا الى نهاية الشهر عالم واقفة، يا بش وقت يدزون علينا شو وقت، قال انت وحظك وانت شنو استوك جاي، قال عمي احنا نقعد ناخذ سرة من انا من الثنتين ساعة 3 الصبح لحد ما يفتحون وهم بكيفهم يختارون. المهم ثاني يوم ثالث يوم قمنا نروح ساعة 3 4 الصبح نوقف بين احنا تعبانين نعسانين، حتى ما طول دخلنا على هذا اللي يسموه محقق واكو مترجم ما اعرف شنو، اقسم بالله قاعد على الميز هيج حاط رجليه فوق الميز مثل الصندة قاعد يفر بيها ومبين عليه ضايج ومتكئب وروحه طالعة. فانا ما احكي النمسي يحكون اللغة الالمانية، فما اعرف اللغة الالمانية يعني ما ادري ايش حكى منا وهلوس ويا نفسه، قال شايزا اوستلندر. قلت له ثانك يو، انا عبالي دي ارحب بينا، بعدين من افتهمت من تعلمت اللغه الالمانيه شايزا اوستلندر يعني خرى الاجانب. ف
المهم حكاية منا دا يتعنتر علينا قام يعني بالانجليزي ما تحشون ما ادري شنو حكينا وياه بالانجليزي شو قام يغلط من غلطاني ما تحملت صعدت عندي وغيرة عراقية فأنا عصبي وشيئت تعلميس ضربته ما أعرف كم سن انكسر راح يسحب سلاحه أخذت السلاح من عنده وصار عندي هو رهينة ونزلته جوا ودق كتل بضرب وإذ اللي عايشين بذاك الوقت حتى الصحافة النمساوية بوقتها كتبت بأنه أنا أخذت أحد المحققين رهينة انقلبت الدنيا الشرطة جتي قوات اسمها قوات كوبرا يعني شلون القوات الخاصة ما بقى شيء ما أجا اتركه ما اتركه قلت لهم هذا هيك فشر غلط علي وهو ده ينزف دم من حلقه بعدين اجى مسؤول ما اعرف شنو كبير قال لي تعهد لك المترجم قاعد يترجم تعهد لك طبعا خابروا على ابن عمت الدكتور يصيح علي تركيا معود هذا هنا قانونيا فقال لي هذا تعهد لك بانه ما تتحاسب قانونيا ويتم نقلك اليوم من هذا المكان قلت له انا ما اصدق بيكم قال اسس سياره ناخذك ويانا للمكان اللي احنا اختاريناه لك لان غلط انت مجيئك هنا أنا. من جابه لهنا الدكتور ابن عمتي قال انا اللي جبته لان ما اعرف من وانا وديه قالوا لي تودي لي ايش اسم الكم مالاجين قال له غلط انت وصلتك معلومات غلط المهم قال لي اتركه قلت له ما اتركه فجابوا سياره كانت فولكس واجن ما ادري شنو واني لازم امر وقتها هيك يعني مسدس براسه صعدت ويا بالسياره وام عمر صعدت بصفه وشرطة وسيارات ثلاثة أربعة ورانا ويق ودونا إلى منطقة في فيينا منطقة 13 ليه هسه أتذكر اسم الشارع اسمه يوزف ليستر جاسا فكانت أكو بيوت صغيرة يعني إيش مقسمة على أطراف وأكو بعدين قاعات موزعة للأشخاص اللي هم عزابية دخلونا قال لي تعهد لك بأنه ماكو أي كذا وأنت في حالة عصبية وكذا وانتهى فهديت أعطيت المسدس سلمته لأحد الشرطة اللي كانوا واقفين وصار كلام بيني وبين هذا الشرطي قلت له أنت اعتديت وانت غلطت علينا وكذا المهم تهدينا بسبب التعهد بأنه ما أتعاقب دخلونا إلى غرفة كلش كبيرة بها عدة سراير بس قالوا لي هذه غرفة لك وللمرة اللي وياك تقعدون بها لحد ما يفرغ واحد من دول البيوت لأن دائما كانوا من واحد هذه البيوت للاجئين السياسيين اللي فعلا مطلوبين لدولهم يعني مو بس أي لاجئ يجي يحكي له قصة ويقول لك إيه خلاص لا هذه سكيور بليس يعني منطقة مؤمنة وتابعة إلى وزارة الداخلية النمساوية فقالوا لي تبقى بهذه الغرفة المطعم موجود هناك كذا ما أدري شنو ولحد ما تفرق واحدة من هذه البيوت نحولك بيها بقينا شوية المكان أريح المكان أشوه بي طبعا حدائق كبيرة وبمثل الغابة اللي ورا تقدر تروح تتمشى أنت ومكانك تركون الشرطة راحوا ابن عمتي قال لي انت سويت اكو واحد يجي سوقت لنا على ابو يا ابو كذا وما ادري شنو كنت بوقتها نفس عقلية العراق ونفس عقلية واحنا فقال لي ما يصير هذا النمسة كذا يعاقبوك سجن قلت له طز بيهم المهم قال احاول اجيب لكم تلفزيون ما اعرف شنو تلهون نفسكم قلت له احنا شو ما عرفنا باللغه لا. قال تعلموا كذا فبعد يومين تقريبا اجانا جايب له تلفزيون هذا احنا كان مالتنا قبل تتذكرون اللي طابوقه الشاشه وهالكبره اللي ظهر هم خوف الله عليه حط التلفزيون انا ام عمر ما نعرف شو نسوي يعني بصراحة قاعدين ما نعرف شو راح يصير وشنو اللي راح
يدور وراها وين راح نوصل. راح نترك الحلقة لليوم لهذا الحد حتى لا تكون إطالة عليكم ويصير ملل لكم، ونكمل إن شاء الله بالحلقة القادمة، ونستودعكم الله ونترككم على خير. تحياتي للجميع. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.